سوق الأجهزة اللوحية يستمر في توسعه وانتشاره على حساب الحواسيب المحمولة. نسبة كبيرة من الطلبة وأصحاب الأعمال توجهوا للأجهزة اللوحية لما توفره من تجربة مقاربة لما يقدمه اللابتوب مع سلاسة وسهولة أكثر في الاستخدام. نستعرض لكم اليوم أفضل 10 تابلت للنصف الأول من سنة 2022. البداية مع جالاكسي تاب S8 ألترا. نجم سامسونج الساطع في سوق الأجهزة اللوحية بجانب أخويه S8 و S8 بلس جمع بين الفخامة في التصميم وأعلى المواصفات ليمثل مرجعية للفلاجشيب المتكامل في سوق التابلت. جاءت الشاشة سوبر أموليد مقاس 14.6 إنش بدقة 2960 في 1848 بيكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. في العتاد نجد الجيل الأول من شريحة سناب دراجون 8 الأقوى حاليا من كوالكوم مع خيارات رام تبدأ من 8 وحتى 16 جيجا بايت جنب إلى جنب مع خيارات سعة التخزين التي تصل حتى 512 جيجا بايت. وحدة الكاميرات الخلفية عبارة عن عدستين، واحدة 13 ميجا بيكسل والثانية ألترا وايد 6 ميجا بيكسل، بينما في الأمام عدستان داخل نوتش صغير، واحدة عادية والأخرى ألترا وايد وكلاهما بدقة 12 ميجا بيكسل. وليقدم تجربة متكاملة جاء التابلت داعما لقلم S Pen الضوئي. في الخلف بطارية الجهاز تبلغ 11200 ميلي أمبير. سعر التابلت يبدأ من 1100 دولار. شاهد مراجعتنا للجهاز. ثانيا هواوي ميت بوك إي. حاولت هواوي الجمع بين تجربة تابلت ولابتوب في نفس الوقت مع هذا الجهاز من خلال اعتماد نظام ويندوز 11 الأحدث وإرفاق ملحقات تحوله للابتوب، ويبدو أنها نجحت في ذلك. جاء الجهاز بشاشة أوليد مقاس 12.6 إنش بدقة 1600 في 2560 بيكسل. في العتاد قدمت هواوي الجيل الحادي عشر من كل من i5 و i3 و i7 مع خيارين من الرام 8 أو 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. العدسة الخلفية للجهاز بدقة 13 ميجا بيكسل والأمامية 8 ميجا بيكسل. سعر الجهاز 1125 دولارا. شاهد مراجعتنا للجهاز. ثالثا iPad Air 2022 يمكن اعتباره تمهيدا للآيباد برو الخاص بهذه السنة. حسنت أبل في الجهاز العتاد وطورت كذلك الاتصال ليصبح داعما لشبكة الجيل الخامس. الشاشة عبارة عن LCD عادية مقاس 10.9 إنش بدقة 2360 في 1640 بيكسل. اعتمدت أبل في العتاد معالجة M1 القوي نفسه الموجود في آيباد برو الماضي مع سعة رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 أو 256 جيجا بايت. اكتفت الشركة فقط بكاميرا واحدة خلفية 12 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 وكاميرا واحدة أمامية بنفس الدقة بفتحة 2.4. بخصوص سعة البطارية فمع الأسف لم تكشف الشركة عن السعة. سعر الجهاز يبدأ من 599 دولارا. شاهد مراجعتنا له. رابعا ASUS ROG Flow Z13. شركات قليلة تتجرأ وتصدر أجهزة تابلت موجهة خصيصا للألعاب كما يحصل في الهواتف والحواسيب. ASUS تشجعت وفعلتها. يأتي جهاز ASUS اللوحي المخصص للألعاب مع شاشة 13.4 إنش بدقة 1200 في 1920 بيكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. في العتاد ASUS قدمت ثلاث خيارات من شرائح المعالجات i9 و i5 و i7 من انتل وكلهم من الجيل الثاني عشر مع خيار 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين 1 تيرا بايت من نوع NVMe. الجانب الأهم في كل جهاز مخصص للألعاب، ASUS اعتمدت بطاقة انفيديا جي فورس RTX 3050. أما في وحدة الكاميرا نجد كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل قد تكون مناسبة لإحياء بثوث مباشرة مع الأصدقاء ومع محبي اللعب بشكل عام. سعر التابلت 1800 دولار لنسخة الجيل الثاني عشر من كور i7. خامسا لينوفو ليجن Y700. تابلت آخر موجه لعشاق الألعاب لكن بمواصفات متوسطة. شاشة التابلت جاءت عادية وصغيرة الحجم بمقاس 8.8 إنش بدقة 2560 في 1600 بيكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز. في العتاد معالج سناب دراجون 870 5G جيد للاستخدام فوق المتوسط وتشغيل الألعاب متوسطة الجرافيك مع رام 8 أو 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل والأمامية 8 ميجا بيكسل. سعة البطارية 6550 ميلي أمبير بقدرة شحن سريعة تبلغ 45 واط. سعر الجهاز 430 دولارا. سادسا جالاكسي تاب S6 Lite 2022.
واحد من أنجح الأجهزة اللوحية المتوسطة لدى سامسونج، تعيد إحياؤه في سنة 2022 بنفس التصميم والمواصفات مع ترقية المعالج إلى واحد أحدث وتثبيت إصدار أندرويد 12 الأحدث من جوجل. شاشة الجهاز بمقاس 10.4 إنش بدقة 2200 بكسل داعمة للقلم الضوئي، وفي الخلف هيكل معدني متين. العتاد عبارة عن معالج سناب دراجون 720 جي جيد للاستخدام المتوسط مع خيار رام 1.4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية دقتها 8 ميجا بكسل بينما الأمامية 5 ميجا بكسل. سعة البطارية 7040 ميلي أمبير والسعر من 400 يورو أي ما يعادل 418 دولارا. سابعا أوبو باد. بجانب التصميم الجذاب والظهر الفريد، يقدم الجهاز شاشة 11 إنش بسرعة تحديث تبلغ 120 هرتز بدقة 2560 في 1600 بكسل، مناسبة لمشاهدة الفيديوهات وعرض الرسوميات بوضوح. العتاد مكون من معالج سناب دراجون 870 5G جيد للاستخدام فوق المتوسط مع خيارين من الرام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف تم اعتماد كاميرا 13 ميجا بكسل بفتحة 2.2 وفي الأمام عدسة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.0. سعة البطارية 8360 ميلي أمبير مع دعم لشحن سريع أقصاه 33 واط. سعر الجهاز يبدأ من 363 دولارا. ثامنا فيفو باد. شاشة جيدة، معالج متوسط وكاميرا مقبولة، ميكس مناسب لتابلت موجه للاستخدام العائلي أو الدراسي. يقدم شاشة 11 إنش بدقة 2560 في 1600 بكسل بمعدل تحديث عالي 120 هرتز مع دعم للقلم الضوئي لتدوين الملاحظات أو الرسم. المعالج عبارة عن شريحة سناب دراجون 870 5G من كوالكوم 8 نواة جيد للاستخدام المتوسط مع رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف قدمت فيفو عدستين ألترا وايد للتصوير الواسع، واحدة 12 ميجا بكسل بفتحة 2.2 والثانية 8 ميجا بكسل بنفس فتحة العدسة. في الأمام كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بكسل. بطارية الجهاز تبلغ سعتها 8040 ميلي أمبير وسعر الجهاز يبدأ من 390 دولارا. تاسعا هواوي ميت باد 10.4 2022. عبارة عن تحديث بسيط لجهاز هواوي اللوحي الصادر قبل سنتين، حسنت فيه الشركة المعالجة مع الحفاظ على المواصفات المتوسطة والسعر الاقتصادي. جاء التابلت بهيكل فخم من الألومنيوم وشاشة مقاس 10.4 إنش بدقة 2000 في 1200 بكسل تدعم قلما ضوئيا. العتاد يضم معالج كيرن 820 5G من هواوي جيد للاستخدام فوق المتوسط مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. ووفرت عدسة خلفية وأمامية بدقة 8 ميجا بكسل. سعة البطارية تبلغ 7250 ميلي أمبير بقدرة شحن سريعة 22.5 واط. سعر التابلت يبدأ من 272 دولارا. عاشرا وأخيرا ريلمي باد إكس. تابلت اقتصادي من ريلمي بمواصفات جيدة للاستخدام العائلي أو الدراسي بفضل المعالج فوق المتوسط ونحافته والشاشة الكبيرة. الأخيرة تأتي بمقاس 10.6 إنش ودقة 2000 في 1200 بكسل. يعمل التابلت بمعالج سناب دراجون 695 5G المتوسط مع رام بخيارين، خيار 4 جيجا بايت بذاكرة تخزين 64 جيجا بايت وخيار ثاني 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. يتميز الجهاز كذلك بأربع سماعات ستيريو بجودة صوت عالية، الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 13 ميجا بكسل والأمامية 8 ميجا بكسل. سعة البطارية 8340 ميلي أمبير بقدرة شحن 33 واط. سعر التابلت يبدأ من 193 دولارا. هذه أفضل 10 أجهزة لوحية للنصف الأول من سنة 2022. هل تستخدم التابلت أو الحاسوب؟ أم أن الهاتف الذكي يؤدي كل احتياجاتك ولست بحاجة لجهاز ثان من هذا القبيل؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات. نلتقي في الحلقة القادمة من أفضل 10 على الرقم تي في.